بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا وسهلا بكم. ومع استكمال الدرس الأول الأحياء البحرية، هيا ننطلق إلى الدرس. نجم البحر. وهو حيوان يشبه النجم في شكله، وهو مختلف في أحجامه وألوانه، وله 5 أذرع متشابهة الشكل والطول والحجم. المرجان. وهو حيوان على شكل شجرة ذات ساق سميكة، يكثر في البحر الأحمر، منه الأصفر والأحمر والأزرق. هكذا هذا الجزء من النص يتحدث عن نوعين من أنواع الأحياء البحرية، نجم البحر والمرجان. وقد أعطانا بعض المعلومات عن نجم البحر، وقال لنا لماذا سمي بالنجم، لأن شكله يشبه النجم. وقال لنا أيضا أن أحجام هذا الكائن مختلفة في الأحجام وأيضا في الألوان، وله 5 أذرع متشابهة الشكل، له 5 أذرع متشابهة الشكل والطول والحجم. والطول والحجم. تكلم عن المرجان، قال أنه حيوان على شكل شجرة، وجميعنا يعرف شكل الشجرة. وقال أن ساق هذا الحيوان سميكة، وأن هذا الحيوان يكثر في البحر الأحمر، موجود في البحر الأحمر، وله 3 ألوان، الأصفر والأحمر والأزرق. هيا نناقش معاني الكلمات. معنى كلمة سميكة، ساق سميكة أي غليظة، وأيضا معنى كلمة يكثر يعني يزداد، ومعنى كلمة مختلف أي متنوع، مختلف في أحجامه يعني متنوع في الأحجام. انتقل بعد ذلك إلى مناقشة مضاد بعض الكلمات. يكثر هذه ضدها يقل، وعندنا أيضا كلمة مختلف عكسها متشابه. انتقل إلى دراسة بعض الكلمات التي جاءت مفردة وعلينا البحث عن جمعها. البحر جمعها البحار، وحيوان جمعها حيوانات، والنجم جمعها النجوم، وكلمة أيضا الحجم جمعها الأحجام. انتقل إلى بعض الكلمات التي جاءت جمعا وعلينا الإتيان بمفردها. أحجامه مفردها حجمه أو حجمه، ألوانه مفردها لونه، أذرع مفردها ذراع. انتقل إلى آل القمرية وآل الشمسية. القمرية جاءت في كلمات مثل البحر، الحجم، المرجان، الأحمر. آل الشمسية جاءت في كلمات مثل النجم، الشكل، الطول. انتقل بعد ذلك إلى التنوين. تنوين الضم جاء في كلمات مثل حيوان ومختلف. أما تنوين الفتح فلا يوجد أي كلمة في هذا النص، الجزء الذي أمامنا يوجد بها تنوين فتح. تنوين الكسر موجود في كلمات مثل أذرع، شجرة، ساق، سميكة. انتقل بعد ذلك إلى المد بأنواعه 3. المد بالألف جاء في كلمات كثيرة مثل حيوان وأحجامه وألوانه ومتشابهة، وعليكم استخراج باقي الكلمات. أما المد بالياء فجاء في كلمة وحيدة في هذا الجزء من النص، جاء في كلمة سميكة. انتقل إلى التاء المفتوحة والتاء المربوطة. التاء المفتوحة جاءت في كلمة ذات، والتاء المربوطة جاءت في عدة كلمات، كلمة متشابهة وشجرة وسميكة. أما الهاء فجاءت في عدة كلمات أيضا مثل شكله، هذه هي الهاء، وأحجامه وألوانه. انتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع.
الفعل المضارع جاء في كلمات مثل يشبه ويكثر فقط، أما همزة القطع فجاءت في كلمات مثل أحجامه ألوانه أذرع، أما همزة الوصل فجاءت في كلمات مثل الشكل والطول والحجم والنجم. وإلى هنا أبناء الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وشكرا لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.